اذا على المباشر مشاهدينا الاوفياء مشاهدي قناه شوف دي فيس، واحد الخير عليكم ونتمنى لكم بدايه يوم موفقه ان شاء الله باذن الله. حاليا غنحاول نرصد لكم الاجواء الصباحيه وسط الاحياء الشعبيه ديال بيتش الطربقة، ولا اهم حي شعبي في بيتش كازا والاكبر حي شعبي في بيتش كازا هو حي سيدي عثمان. يعني شوفوا معنا سيدي عثمان المشاهدين الكرام في الصبيحه ديالو كيفاش كيكون، يعني مازال الناس ناعسين، مازال شي واحد ما خارج، خصوصا في هذه العطله ديال الصيف، فقليل الناس اللي باغاش يخرجوا في الوقيته هذه، من غير اللي مريض غادي يمشي للسبيطار الله يشافيه، ولا انه غادي خدام في هذه الوقيته هذه، ولا غادي للبحر. اجواء عاديه منطقه سيدي عثمان في الصبيحه هذه. شوفوا معنا مشاهدين، سيدي عثمان هو هذا وسط العماله ديال مولاي رشيد، كما كتسمى الزيرو كار. نحاول نقربكم من الاجواء ديالو في الصبيحه يوم السبت خصوصا، وديما في الصباح بحال ما غتلقى خاوي في عطلة الصيف، ولكن في السبت اكثر، شي خوا اكثر من القياس. شوفوا معانا، شوفوا معانا، هذا هو حي سيدي عثمان ولا منطقة سيدي عثمان، ومعروفة بالدار البيضاء. شوفوا معانا الأجواء ديالها كيفاش دايرة. خاوي وقليل قليل 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 الناس اللي باقيين خارجين وفايحين في هذا الصباح هذا في منطقة سيدي عثمان. نحاولوا نطلعوا للشارع ونشوفوا كيفاش داير، حنا الشارع مازال خاوي. شوفوا معانا الشارع حتى هو مازال خاوي في منطقة سيدي عثمان. هاذي الدروبة خاوين، السلاقي خاوين، كلشي خاوي. زيادة على الأشغال اللي كيعيشها منطقة سيدي عثمان، الأشغال في الرصيف. شوفوا معنا الأجواء ديال سيدي عثمان كيفاش دايرة. كما قلت لكم علي الناس اللي باقيين خارجين، صباح الخير عليكم ثاني مرة أخرى، الله يسر لكم الأمور، الله يعاونكم، بداية يوم موفقة إن شاء الله في هذه العطلة ديال الويكاند، وخا مع الصيف دابا راه كلشي عطلة. ماريا الطاهري صباح الخير من ألمانيا، صباح الخير أختي ماريا، نهارك مبروك أختي. هذه الأجواء الصباحية من منطقة سيدي عثمان. شوفوا معنا كيفاش داير، باقي حتى شي واحد ما كاين، خاوية القديمة، هادي هي خاوية، أغلبيتهم باقيين ناعسين، يعني سكان الحي الشعبي، عرفوا بلي الحي الشعبي ديما تيكون عامر، ولكن في الصباح بطبيعة الحال كلشي كيكون ناعس، الوقت ديال 12 ولا 11، هاد البلاصة كلها غتعمر، هذا هو لومبيونس ديال الحي الشعبي. أجواء كبيرة فيه، الله يبارك فيك أخي الكريم، أسعد الله يومك، شكرا بزاف أختي ماريا، تبارك الله عليك. أم روان صباح الخيرات من ليبيا، تحية لنزيل ليبيا والجالية المغربية كاينة في ليبيا، صباح الخير أختي أم. شوفوا معنا الأجواء منطقة سيدي عثمان كيفاش دايرة، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو ديالنا، شكرا لحسن المتابعة ديالكم، نلقاكم بتأخر إن شاء الله مع موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.